مشروع قانون مالية جاء بتدابير جديدة والمتمثلة في الترخيص للصندوق الوطني للاستثمار لفاني بمنح قروض لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد CNR من أجل تدعيمه، وذلك بنسب فوائد تتحملها الخزينة العمومية على المدى البعيد حوالي 40 سنة، حيث يكون تاريخ تسديد هذه القروض بعد مرور 20 سنة. ويهدف هذا التدبير إلى تدعيم قدرات الصندوق الوطني للتقاعد من أجل تغطية منح المعاشات التقاعد والحفاظ على توازناته المالية. تضمن مشروع قانون المالية سنة 2016 تدبيرا جديدا آخر يمكن لأزواج الدبلوماسيين موجودين في مهمة خارج الوطن عن طريق الانتساب الإرادي في نظام التقاعد، ويشمل هذا التدبير شروط الانتساب وكيفية شراء الاشتراكات التي